الأخيرة أيتها المرأة المغربية المناضلة، نعم عهدنا في كل سنة أن نحتفي بهذا اليوم فاتح ماي، نعم عهدنا أن نحتفي به، ولكن للاحتفال بما حققته الشغيلة من مكاسب تشكل هذه المكاسب حافزا للطبقة العاملة منها. رئيس المجلس الوطني الاتحاد الوطني للشغل المغرب، اليوم نحن خرجنا في هذه التظاهرة العنوانية نطالب بالحماية الاجتماعية. هذه الحماية الاجتماعية لن تتأتى إلا بزيادة حقيقية للأجور وعدم إقصاء أي قطاع، لا قطاع الطب ولا قطاع الصحة. نطالب أيضا بحماية اجتماعية للمرأة الأجيرة، المرأة في المعامل، المرأة في الفصول، ونطالب بإصلاح مدونة الشغل وكذلك إصلاح مدونة الأسرة بإطار المرجعية الإسلامية والمرجعية المغربية. وهذه التظاهرة كذلك تقضية لعبة للقضية الفلسطينية التي هي قضية كذلك أساسية وقضية كل المغاربة، ونطالب بالوقف الفوري لهذه الإبادة الجماعية، كما أننا ندعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني. والحكومة تعلمنا احتفالنا بفاتح ماي هذه السنة لا يختلف على السنوات يعني الماضية منذ حكومة شتنبير 8 شتنبير، لسبب بسيط هو أن هذه الحكومة لا جديد يطرأ على مستوى سياساتها الاجتماعية، فنهجها على مستوى السياسة الاجتماعية يكرس التوتر الاجتماعي ويغرس الأزمة الاجتماعية من خلال استمرار الانهيارات المتتالية في القدرة الشرائية جراء يعني غلاء الأسعار المرتبط بأسعار المحروقات والمرتبط بأسعار المواد ديال المعيش اليومي ديال المغاربة. ولذلك اليوم نحن نحتفل في سياق الاحتجاج وفي سياق النضال من أجل تصحيح السياسة الاجتماعية لهذه الحكومة. راهنا على مخرجات الحوار الاجتماعي من أجل تصحيح أجور الطبقة العاملة سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، فوجدنا في القطاع العام زيادات تمييزية نقص بعض القطاعات من قبيل الصحة والتعليم، بمعنى أن هذه الحكومة زادت لبعض القطاعات باليمين وساندت باليسار، في حين أنها قامت بتهريب أي زيادة للقطاع الخاص إلى سنتي 2025 و2026. لذلك هذه الحكومة هي مصرة على مخالفة وعودها الانتخابية ووعودها يعني الحكومية من خلال عدم إلغاء نظام توظيف التعاقد وكذلك الزيادة ديال 2500 درهم يعني بالنسبة للخريجين الجدد والتشغيلة التعليمية بشكل عام. لذلك اليوم هذا الاتفاق الذي أبرم يعني البارحة هو لا يرقى إلى طبيعة المؤشرات المقلقة المعبر عنها من طرف المؤسسات الوطنية والدستورية على المستوى الاجتماعي، حيث التنامي ديال فقدان الشغل بعشرات الآلاف، وأيضا التنامي ديال البطالة بأكثر من 13%، والتنامي ديال المؤشر ديال التضخم بأكثر من 13.7%. وهذا كله اليوم يعني لا نرى للحكومة فيه أي إجراء أو أي مقاربة قادرة على تعميم مسارات ديال السياسات الاجتماعية. لذلك الاتحاد الوطني للشغل المغرب سيستمر في احتجاجه، سيستمر في نضاله حتى تصحيح هذه الحكومة السياسات الاجتماعية ديالها. السلام عليكم، احنا شركة مورناتيكس اللي كتكون من 1700 عامل، بين عشية وضحاها واحد النهار صحت الشركة سد علينا، احنا 1500 200 كانت مصرحة من قبل. من ذاك الوقت هذا الشيء اللي كنهضر لك عليه في 2010، يعني من 2010 لحد الان وحنا كنتسناو هذا الحق ديالنا باقي ما خديناش. درنا حكم، درنا دعوه للمحكمه طبعا،
وتخدم للصالح ديالنا على اساس باش يبيعوا داك الشركات والمنقولات وداك الشيء ويعطيونا. لحد الان ما توصلنا حتى لشي حاجه. الملف ديالنا كاين في المحكمه التجاريه في غزه هو اللي تما دابا يعني من تما خصو يعطيونا الحق ديالنا في المحكمه التجاريه ديال غزه. وبنات وابناء هاد الناس هادو اش نقول لك؟ جميع البيبان طرقناهم معاهم لحد الان باقي ما شلنا حتى شي حاجه. كاينين معنا ناس مساكين اللي توفوا بالغصه ديال الشركه اللي تسدات. كان السيد هز عائله تصبح مشرب ولا مريض باغي غير رزقو يخسرو على راسو ما خداهش. كاينين معنا اخوات اللي ارملات هزين عائلات من موراهم سدات الشركه. يعني كما قلت الاخوان ان الانسان ملي كيدخل صغير في واحد السوسيتي راه كتقبل عليه من 16 عام وهو كيتومر. ملي كتولي عنده 40 عام راه حتى شي واحد ما غيبغي يقبلو. ملي غتسد عليه ديك الشركه ما يبقاش يخدم شي بلاصه واحده اخرى، بالتالي غيولي مشرد هو وعائله من موراه. هاد 1700 راه كل واحد هز 6 ديال الناس موراه 7 ديال الناس. المهم حنا كناشدوا الجهات المسؤوله من وزير العدل الى القضاة الى الولاة الى العمال الى اي واحد يحط يديه على هذا الملف هذا ويديروا لنا شي حل. بهذه المناسبه ديال عيد الشغل حنا كناشدوهم انهم يشوفوا من حالنا ومن حال هاد الناس هادو اللي هما عياو بالانتظار. وتحيه نضاليه للاخوات اللي ما عياوش وكاينه ضلوغ وهذه 14 عام وحنا راه ما عيناش وما غنعياوش حتى ناخذوا الحق ديالنا.